الفتحة على الخاين، والخاين هنا هو اللي بيطعن في الظهر ويهرب وما يعملش حساب وطن ولا دين ولا قرايب، وكل همه انتقام أو حقد. الكلام النهاردة عن الطابور الخامس اللي بيوقع البلد ومش حاسس انه بيوديها للفوضى والدمار، وكل أدواته ماوس وكيبورد وموبايل حديث. بانكير، نبض البنوك. من حقك تصدق ان في مؤامرة على البلد او ما تصدقش، لكن لو بصيت وفكرت شوية مع نفسك وشفت اللي بيحصل حواليك هتعرف ان الموضوع كبير ومش أزمة وخلاص، لكن بقى تطبيقات وذكاء اصطناعي مخيف ومافيا معلوماتية الغرب مسخرها لحماية نفسه ومصالحه، وفي نفس الوقت بيحارب بيها أعدائه بشدة من غير ما يحرك صاروخ واحد. تعالوا نشوف كام خبر سلبي وكام إشاعة بتطلع في الدقيقة عن مصر، وكام بوست خبيث مدسوس ما بين السوشيال ميديا، وكام بلوجر اتهيأت لي كل الظروف علشان يهاجم بلده ليل نهار، وانت تعرف ان الناس دي ما بتلعبش وعارفة هي بتعمل ايه. كل حرب حتى لو عن بعد زي الحروب اللي قلنا عليها ورا الكمبيوتر او التليفون بتكون زي الحروب الحقيقية، جوهرها صراع مصالح وسيطرة على الأسواق العالمية والناشئة والفقيرة كمان. ده بجانب التسويق لمشروعات الدول الغربية والولايات المتحدة، سواء كانت مشروعات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو حتى فكرية. عايزة تعرف إزاي الأمور بتترتب؟ كل الكلام عن الفلسطينيين من غزة لمصر بدأ الأول على صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام الغربية والعبرية قبل ما حد يتكلم بشكل رسمي، وحصل تسويق كبير للمشروع وجابوا كمان تفاصيله وحاولوا يقنعوا بيه الرأي العام العربي والعالمي. حروب الذكاء الاصطناعي الحديثة ظهرت كويس جدا في الأزمة الأخيرة بالمنطقة، وشفنا إزاي فيديو مركب بيغير ميزان الرأي العام الغربي وانتقل من النقيض للنقيض خلال أيام. هي دي القوة الجديدة اللي الدول بتتصارع علشان تملكها. امبارح الرئيس الروسي بوتين حذر من احتكار الغرب لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وطالب الشركات الروسية بكسر الاحتكار ده، اذا كانت روسيا بكل قوتها وتقدمها بتشتكي من تأثير الذكاء الاصطناعي، فما بالك بالدول الفقيرة او النامية. مصر بتعتبر اكتر دول المنطقة اللي بتعاني من حروب التكنولوجيا الحديثة، واللي فجأة تحولت لأداة لتشويه الدولة المصرية، وشفنا وسائل اعلام الاخوان وصفحاتهم على السوشيال ميديا ازاي بتقلب الاكاذيب لحقائق في تركيب الفيديوهات وكأنها حقيقة، زي ما حصلت كتير ونشروا تسجيلات قالوا عليها تسريبات لمسؤولين مصريين. اللي بيحصل في مصر من هجوم إلكتروني منظم وممنهج ده مش صدفة ولا عشوائي، بالعكس ده طابور خامس هو عارف بيعمل ايه كويس، وحملاته بتزيد وهتزيد وهتوصل الذروة قبل انتخابات الرئاسة بساعات. مش مهم تيجي في الدولار او الذهب او الاسعار او الاشاعات او تقارير سلبية او افلام وثائقية مزيفة او دراسات غير محايدة او توقعات خبيثة. طب حد ممكن يطلع ويقول لنا هو بيتفرج على الفيديو طابور خامس ايه ومؤامرات ايه؟ هو انت حياتك كدولة حاجة الدول خايفة منها؟ هنرد ونقول لحضرتك ايوه، مصر عندها كل حاجة تخليها هدف لكل متآمر وحاقد كمان. عندها دولة جديدة اتبنت بكامل مرافقها، استثمار هيكون الأضخم في المنطقة، اقتصاد مفيش حاجة قادرة توقفه ولسه هينطلق، وعندك قناة السويس وطرق التجارة الدولية، عندك الضبع النووي وقوات مسلحة هي الأقوى في المنطقة، عندك رئيس ما بيخافش عارف قوة وحجم دولته الحقيقي وانه يقدر يواجه العالم، ولما بيغضب بيحذر مرة واحدة بس ويحط خطوط حمراء. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.